ارجع مع حضراتكم سياده الوزير عمرو طلعت وزير الاتصالات. سياده الوزير مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا حبيبي، اهلا بحضرتك. الاول تحيه لحضراتكم، دعم النهارده ايضا للاطقم الطبيه اللي هي بتواجه هذه الازمه الوباء كورونا بدعم من وزاره الاتصالات فيما يتعلق باماكن الحجر اللي هم موجودين فيها. ممكن تقول لنا هذه المبادره ماذا تعني وهيستفيدوا منها ازاي؟ الحقيقة هي مبادرة هي لفتة تقدير واحترام وإجلال لأطبائنا وأطقم التمريض والعاملين والعمال بمستشفيات العزل التي تواجه هذا الوباء. المبادرة تتمثل في 3000 دقيقة و10 جيجا لكل فرد منهم هذا الشهر مجاناً للتواصل مع ذويهم والاطمئنان على أسرهم أثناء فترة العزل التي هم فيها لمكافحة الوباء. هذه الأطقم هي يعني الصف الأول على الجبهة في هذه المعركة، وكان لزاما على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يوجه لهم التحية والإجلال من خلال هذه المبادرة التي نتشارك فيها مع شركات الاتصالات الأربعة التي تتحمل كلفة هذه المبادرة. دي بس الموجودين مستشفيات العزل ولا كل الأطباء؟ لمستشفيات العزل يا فندم، اللي هم مش قادرين يروحوا بيوتهم وقاعدين بيواجهوا هذا المرض ويعملوا ليل نهار عشان يقدروا يطمئنوا على أسرهم وعلى ذويهم ويتواصلوا مع العالم الخارجي أثناء فترة العزل. دلوقتي يا فندم الناس كلها بتسأل حضرتك سؤال، ان احنا الايام اللي فاتت حصل ضغط على الشبكة، حصل بعض الامور اللي فيها بعض المشاكل، والناس دلوقتي قعدتها دلوقتي في البيوت شغال على التليفونات. مواجهة هذا الامر ازاي ومدى تأثير القعدة دي في البيوت على الشبكات الاربعة خلال الايام الماضية؟ التأثير اكثر على الانترنت على البيانات. نعم. من الخدمات الصوتية اعتقد انها يعني التأثير عليها اقل، هو التأثير الأكثر على البيانات، لأنه طبعا أنماط الاستخدام والأحمال على شبكة الاتصالات في مصر وفي العالم كله بتواجه أنماط غير مسبوقة. إحنا ممكن نقسم الخدمة اللي المشترك بيتلقاها إلى 4 مراحل متتالية. المرحلة الأولى هي داخل المنزل، ودي مهمة ان يكون الراوتر المحتاج الى تحديث، الشبكة الداخلية بها بعض اختناقات، وضع الراوتر اوضاع الاسلاك داخل البيت وخلافه بتؤدي الى تباطؤ في السرعة، يمكن ما كناش شاعرين بيها في الاوقات الاعتيادية اصبحنا نشعر بها الان نتيجة الاحمال الزايدة. الجزء الثاني والثالث اللي هو من منزل المشترك الى السنترال، ومن السنترال الى البوابات الخارجية التي تخرج بالمعلومة إلى خارج مصر، حيث الخوادم التي يعني تطوي المحتوى اللي بنستخدمه أو جلب هذا المحتوى من خلال هذه البوابات. الشبكة دي احنا في خلال العام الماضي الحقيقة استثمرنا فيها أكثر من 30 مليار جنيه، أدت إلى رفع كفائتها حوالي 6 أضعاف، وهذا المشروع هو الذي جعل الشبكة تستوعب وتتحمل الأحمال التي تتعرض لها اليوم. الجزء المتبقي يمكن هي الخوادم الموجودة خارج مصر التي تضم هذا المحتوى. المواقع اللي احنا بندخل عليها إذا كانت مواقع للتعليم أو مواقع للترفيه أو لمتابعة البرامج أو متابعة أخبار الوباء أو غيره، كل هذه المواقع تتعرض لاختناقات ايضا لان عليها احمال من كل دول العالم غير مسبوقه. فمش بالضروره انه التباطؤ اللي بنشعر بيه من الشبكه، ممكن جدا يكون التباطؤ ايضا من الخوادم التي تحوي هذا المحتوى. فحضرتك بتقول اللي احنا فلوس ضخناها الفتره اللي فاتت فادتنا هذه الايام. من غير شك، والا كانت الشبكه لا يمكن تستوعب هذه الاحمال. نتكلم على زياده قد ايه؟ رصدناها 6 أضعاف يا فندم. يعني احنا السنة اللي فاتت استثمرنا بالضبط 1.6 مليار دولار، يعني حوالي 30 مليار جنيه. احنا في اول سنة 2019
كان ترتيب مصر الـ40 ما بين 43 دولة على مستوى أفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت. كانت سرعة متوسط السرعة في أول 2019 5.7 ميجا بت ثانية. إحنا النهاردة بنتكلم في 30 ميجا بت ثانية متوسط سرعة الإنترنت، وترتيبنا الثالث على مستوى أفريقيا، الثالث ما بين 43 دولة. هذا الترتيب وهذه الإحصاءات تنشرها شركة عالمية متخصصة، مش إحنا اللي بنقولها. نعم. لا. الامتحانات اللي جاية